أول شيء نرحب فيك ونرحب في أول مشترك الله يحييك. وما سوينا شيء. هذا اللي نسويه والله طلبا من ملاك الإبل العوارك، وهذه المنافسة منافسة بسيطة ورمزية بيننا يا الملاك نعم، عشان نظهر الزين الحقيقي. وش الهدف؟ وش الهدف يا ابو حسن؟ والله الهدف عشان بعض منهم ما فهم الإبل العوارك، ما يحسب منها فيها فردي، ما يحسب منها فيها ناس مهتمين وانت برزونا بوصفها بمقيضها نعم وحتى بمواويها. نعم نحن نعم الواحد يتعب على الإبل العوارك بصراحة، احسنت. والإبل العوارك ما شاء الله في جيزان وجميع المناطق، وإن شاء الله رايح بيشوفون مناطق أخرى. نحن بنقوم بتغطيتها. كانت عندنا في بيش. كم المشاركين عندك؟ والله المشاركين واجد، كل واحد ما شاء الله مشارك بكرتين ثلاث، والمشاركين تعدوا يمكن حول 27 28. هذا اللي جاهزين بس، ولا اللي اماكنهم فيها امطار وكذا تعذروا، لكن ان شاء الله منهم معنا ان شاء الله باذن الله، والامور طيبه والاشواط ان شاء الله كلها. ونحن خصصنا بس الاشواط عشان بس نضم العروض، يعني في زي ما تقول واحد عارض بكره سميناها شوط الدق، والجل الجل والفحول اللي معه فحل طيب، والقعدان عشان ونتوج ان شاء الله اللي يحصل على المركز اللي يليق فيه.